نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين الفضائية، أهلا بكم. تعهد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل بمتابعة مباشرة للقضايا الملحة في جامعة تكريت رغم تحديات الموازنة الاتحادية وأوجه صرفها. وأكد المحافظ خلال زيارته جامعة تكريت ولقائه بهيئة الرئاسة دعمه الكامل لهذا الصرح العلمي والثقافي بما يحقق تقدما علميا ويقلل من آثار الدمار الذي لحق في مرافقها خلال العمليات الإرهابية، ويوفر استقرارا وأجواء ملائمة للطلبة تنعكس إيجابا على مستواهم وتحصيلهم العلمي. واستمع الدكتور المهندس عمار جبر خليل من هيئة الرئاسة والكادر التدريسي إلى شرح مفصل عن احتياجات الجامعة ومشاريعها المستقبلية، كما استعرض أوضاع الأقسام الداخلية وسبل توفير وسائط النقل للطلبة، وتعهد بمتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.